عقد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اجتماعا للاطلاع على الموقف التنفيذي للوزارة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الجهات المنفذة المعنية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزير وجه بضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات التي تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، وقد حرص شكري خلال اللقاء على الإشادة بالتحركات الأخيرة لسفراء المجموعة الخماسية والتي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة، ولقائهم برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وما نتج عنها من تأكيد على أن هدف اللجنة هو تشجيع الأطراف اللبنانية على الحوار والاطلاع بمسؤوليتها ذات الصلة. كما أكد وزير الخارجية على أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية فيما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشعور الرئاسي في لبنان، وذلك في ضوء كونها إطارا دوليا يهدف لمساعدة اللبنانيين في التوصل لحل لأزماتهم السياسية وفق إرادتهم الذاتية. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الوقت غير مناسب لعملية برية في مدينة رفح قبل تأمين ممر للمدنيين. وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعمل على إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة والتوصل إلى هدنة ممتدة لإخراجهم. وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم. وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولي تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وأمال الجماهير المصرية.